أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يدح فلا يطلبن مسلانا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم فنفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتفسدنا بها جميع الحاجات وتتحلنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير يا رافع الدرجات يا دافع البليات يا كافي المهمات يا قاضي الحاجات يا حل المشكلات أغثنا 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 يا إلهي إن عبادك المذنبون نستغفرك ونتوب إليك فرض اللهم عن الخلفاء الراشدين عن أئمة المهديين أبو بكر عمر عثمان علي وفاطمة رضي الله تعالى عنها سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم